من بيت شقا لبيت رقا حكايا الناس من دنيا سمع من بيت شقا لبيت رقا حكايا الناس من دنيا سمع دنيا جاية بدها تعيش مفتكرة العالم درويش فاتت طلعت من درخيش كله ماشي بالبخشيش يوشوف قعد عالهزي دنيا وحدة بين قلوب ناس بتلعب عالمخفي دنيا بتلعب عالمشوف لا بشوف ولا بسمع ولا بحكي هيك قالولي ولما نشوف تسمع تحكيت عالساني كله تلاموني الدنيا نزلت الدنيا طلعت الدنيا راحت الدنيا رجعت الدنيا سمعت الدنيا قالت الدنيا نصح الدنيا انغربت كلهم بيقولوا دنيا فرقينا وحلي عنا حاضر انت المصايب كلها ايها هون طبعينا بتخلى تقل مي وهي مي لا بشفق لا بقول اخطي ليش لأشفق يعني؟ يا ما رح تتبدل ودير بالك ما تتبهدل ولك فلجة ما بدها اتنين يحكوا فيها القصة غير ذات شي ايها متعينكم كلياتكم 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 غدي بسي لبالي سير وما بدي شي غيره يا ناي بارك يا دنيا موال ولا تقولي اسا بكير الا ما تفرج هالحال القصة ما بدها تفكير رزنا بدها طول كبال ومراعاتك أهلين طرفة فضلي شنونك شنون صحتك إن شاء الله منيح بنت الوندي هيحمنا مشانك شو هاد شو عني بحالك؟ مش عم تنسمني يا حزنك يا حزنك انا شو جايبت منك معي؟ عجزت معقولة دمك خفيف ونغيش بزن دوان الامن انت شو بتقولونه دوان الامن ولا دوان الشمل؟ ما بتفني حزين شو جبت منك كمان ما تفكرني نسيانة انا بعني انك انت هيك اكابل وبتحب الفستق انحنى بوينه شحن ما في عنده غينون كتنتي يعني احنيشك شو دمك خفيف يا استاذ منزوق بس يعني عدم المؤاخذه يعني باقي شوي بتنبصني عيني اي اي عينك على مين على مين يا ابو طابعي غريب يا ابو طابعي يا ابو طابعي غني يا ابو طابعي غني نساتك فايقة مساء الخير مساء النور عم بستنى حضرة جنابك لترجعي بعدين ليش عم تغني للغناية تاعي
هاي مو غنيتك أصلاً، هاي غنيتنا بين شعين هي وما أنواعك. طرفة لا تفوتي علي قاص، ما من عوايدك تتأخري، وين كنتي لهلا؟ كان عندي مشاغل وكان عندي غزل. كافو محني كافو محني. تعنفتنك على جماعة شو؟ شقف وكباب. أنا زمان طباخة يشتغل عندهم أنا. ما بدل شغالي يعني. وانا بسألك ياهن يعني إذا نازمون ناشنا أحسن ما تضني هون نحانك. إيه وعلى يا طرفة شو هاد لون؟ حزني. شو هاد لون يعني؟ أماي اشتريتي هون انت؟ ما بصدق ما بصدق ما بصدق. شايفة شو حلوة هاي؟ هي مثل عنبة نكنام هي اللي بتطلع مشان جفاف الإيدين. إيه ها لونة ما حلا، وهيدا إذا طفيتي الضو بتضوي. أصلاً أنا جايبتها أصلاً من هذا النون مشان لما ينطفى الضو ضوي. ورجيني ورجيني كمان شو جايبي. تنونة تنونة. شو عدا ما بدا يعني شو عدا ما بدا هيدا كله؟ نا دنيا ما بسمح لك تشككي بأناقتي أنا. لا لا تزعلي مني، ما بشكك في أناقتك أنا. إيه والله 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 لو كنت ما بعرفك وشفتك على باب الأموي غير لأتحنن عليكي بمصاري. مالك بالعادة تتكرمي على حالك كل هالقدي. يا عيب شو معناكي، يا عيب شو معناكي. أنا بالنسبة إني كل شيء كوم وأناقتي كوم تاني. أنا بالنسبة إني الأناقة والنباس هو أهم شيء بحياتي. إيه ها مبين مبين. نعين تطنك إن شاء الله. تطرقك أنت عينك على مين على مين؟ ليش عم تغنيني الغنية تبعي؟ هاي ما لقليك، هاي لنبيل الشعيل. ألو أهلين 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 أهلين. مشتاقين أنت؟ طيب انا رح كون بالمطار. لا ولو معقوله. عم برسم، كان مخي مسكر شوي والحمد لله فتحت معنا الحكايه، صرت عم برسم داعس بدي لحق المعرض تبعي، يعني اجلته شوي ل 25 بالشهر الجاي. طيب طيب ماشي، باي باي، الله معك. عندك شغل اليوم؟ يا ماي ما عندك شغل اليوم ولك طرفة؟ لا ما عندي، الجماعة يلي بشتغل عندهم اليوم مسافنين على بينوت. ايوه قلتي لي بالسلامة ان شاء الله يعني. الله يسلمك ان شاء الله يعني. ما عندك مشوار؟ يعني ما عندك مشوار بقول؟ دنيا قولي اني بدك اياه وبقي انا عن بحصة وخنصيني وخنصي. ايه يعني ما في شي، بس انا قلبي عليكي. لا يقومي ضيق خلقيك تزهقي تملي من قعدة هالدار. ما بدي خنقي. عندي مشوان المسا. ايه مت يعني؟ يعني بعد المغنب. ايه ها انت شو بدك تساوي؟ انا لا تخافي علي، انا بطلع بدور على شغل. وين؟ وين ما كان، ارض الله واسعة والله ما بيقطع برزقة حد يعني. عينك على مين على مين يا ابو طابعي غريب، يا ابو طابعي غريب. اسكتي اسكتي اسكتي، صوتك كلياته نشاز كلياته كلياته نشاز، مت عينك ما بتوقفي على مقام. وهم ان شاء الله انفنتي متنين اباوي عن الصرغيف، شو عملنا كل اللي سويناه انه غنينا، يخنب بيتك تنقنع عينك ان شاء الله. على طول مشغول والبعد طول. هو انت شو بكي مبسوطه اليوم؟ هو انت عزول. شو قصتك يعني غيراني مني لاني مبسوطه؟ حطي عينك بعيني. ليش حبيبتي حتى غان منك؟ ليش حتى غان منك وانا كمان مبسوطه، بس انت عم تتحملني وتتغندني وتتبودني. انيني شو القصه؟ انيني يلا يعني. لولا علبه مكي كانت لحالي بتبكي. ايه طبعا، شوفي شو بدي انك هالنائمين من هديك السنه، انا نايحه اجيب غناط، هنتغدى سوا ما هيك؟ ان شاء الله باذن الله. طرفة اذا جيتي ما لقيتيني يعني بكون طلعت ادور على شغل. ماشي نحان، بدك شي؟ ادعي لي ادور على شغل والاقي يعني. ان شاء الله. على طول مشغول. انا مين؟ انا مين؟ بتغنيك بدك تغني كمان؟ مشغول والبعد طول، بإذن الله ما عاد في بعد بالمرة.
انا بالالوان يعني اي والله يعني بتشبهني حافظني بصم صار كيف لكان وهاي انا بالضفاير مد عينك مكبر لي من خاري اي نعم وهاي حلوه يعني بتستاهل احلى فنجان قهوه كيف لكان يا ابو عص متعينك عمره شو عم ترسم يا صغيري لا يوافقك بس ما تكوني انت صاحبة الحمرة هالفنجان ما حلوي الله لا يوافقك يا ابو عز ديريك ملك قليل يضيعان الثقة كل عيادة قولي مقابني برجال مثل اللي مقابني بالماي بالغربة استاذ مرزوق يا استاذ مرزوق استاذ مرزوق استاذ مرزوق صباح الخير يعني وين القهوة؟ ليك إلا جهزي وعم تستناك، تفضل خذ فنجانك يعني لحالك. شلون يعني؟ كانت ليلتك امبارح؟ قصدي يعني إن شاء الله نمت منيح يعني. اشتغلت طول الليل. طول الليل؟ هي نعم. يعني كان عندك ضيوف ما هيك؟ ضيوف؟ اي نعم انا شفت الحمرة على الفنجان كان في عندي هون صاحبي ورفيقته اكيد شو اكيد عم بتحققي معي لا خلاص صدقتك انا انا اليوم بدي اياكي تحكي لي كل قصة حياتك قصة حياتي انا ليش يعني؟ بصراحة أنا حابب أعرف عنك كل شيء. إنتي أنا شو يعني جاوبني؟ طيب وين السؤال حتى جاوبك؟ ما بعرف. هو يعني أنا بقول إنه حضرتك شاب يعني ساكن لحالك. إيه لحظة بس تك عم برجف أنا آسفة يعني عدم المؤاخذة عم يرجف قلبي يا أمي ماني درياني. ساكن لحالي شو فيها؟ يعني أمك أبوك يعني وين؟ يعني ولا أنت مقطوع من شجرة؟ فيك تقولي هيك شيء يعني أنا مقطوع من شجرة. إي نعم، طيب يعني ليش حضرتك يعني عدم المؤاخذة يعني لحديت هلا يعني ليش ما تجوزت يعني؟ والله لحد هلا ما صار نصيب. إي نعم ليش؟ بدك تسألني ليش ما صار نصيب؟ لأنك لحديت هلأ يعني ما التقيت بالبنت اللي عندها طموح كيف لكان؟ يعني البنت اللي تصلح تكون زوجي لإلك عجبتني هاي زوجي لإلك كيف لكان؟ زوجي يعني تقعد يعني تتربع على عرش قلبك يعني مثل ما أنا قاعدة على هذا الكرسي يعني حلو عجبك؟ حلو ويليش قد عجبني يعني ايش قد حقه؟ يعني حطي له سعر 3000 ورقة شو 3000 ورقة؟ هذا حقه 25000 ورقة إيه لا عم تمزح انت يا عم تمزح يسعد قلبك
انا بتمزح. لا تجمدي لا تجمدي كأنك حجر. يعني شو بدي أوقف لكان؟ وقفي على راحتك. لا مو هيك. لحظة لحظة خليني ساعدك. إيه نعم. ساعدك؟ طيب. لا 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 يعني أنا صحيح بس كل شي لحال. لا تلمسني يعني لا تلقني. شلون بدك توقفي؟ يعني أنت قولي قولي شلون بدك إني أوقف بوقف. وقفي على راحتك. خلاص يعني هيك نعم. هيك منيح. شوي لهون شوي لهون. ايوه 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 بتسمحي لي؟ شو يعني؟ بس عدل وشك شوي صغير وتجي الصورة. تفضل. معلش؟ طيب اعطيني وشك لحظة. مو هيك مو هيك خلي وشك عندك انا بجي. اوكي رح اجي لهون. طيب ها هيك شوي ودقنك لهون كده. لا 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 شيلي ايدك. حاضر. طيب شوي دقنك هيك طلعي هنيك محل ما انا قاعد. وين بدي اطلع لك؟ لا تدبلي عيونك افتحيهم مو تفنجريهم افتحيهم عادي عادي. ابتسامي ناعمه. ايوه برافو عليكي. ما تحركي حاضر. ما تحركي. ايوه طيب يا أستاذ مرزوق يعني حاجة تكب الأرض تاني مسحتها أنا حرام. هلا بعدين بتنظفيها. حاضر. أنا ما بعرف أشتغل غير هيك. حاضر. طيب روح وقف محلك. حاضر. وما تتحركي. حاضر. وما تزحزحي. يلا روح. حاضر. شوية الرخر من نظفها يعني. طيب هلا بقى احكي لي قصة حياتك. أنا فيك تقول يا أستاذ إني مقطوعة من شجنة ناقب وناقم انبيت من ميتة. وما شفتي لا أبوك ولا أمك؟ نعم ما شفتهم أبدا أبدا. إجت وحدة ختيانة أخدتني من الميتة نبتني عندها نحديت ما صان عمني قديش يا طنفة حوالي 12 سنة. إيه دخنتني عن مدنسة نحديت ما صنة صف السادس. بعدين مخنوقة قطتك عمنا وأنا عيبينة تخانقوا عن بيت أنعوني من البيت وصفيت أنا بالشانع يا أستاذ منزوق. ولوين رحتي بعدين؟ ما تقاطعني أستاذ منزوق الله يخنيه. عفوا عفوا أنا آسف كملي. هديك النينة ما بنساها بحياتي. كانت الدنيا تنجو نعدو بندونية. بالمناسبة سمعانا نغنية مهم ما نكبتون السينة هنا. خليني كملنك. نطيت تحت دنجن بناية ما صحيت إن عن صحيح أهل البناية وأنا شقفة مجمدة من البند. إيه؟ كانوا منتمين عليني أهل البناية. أنا بعتني هيك واحد شنو أفضانك اسمه أبو صانع نونا كانت حانتي حاني أبصن شو كانوا ساووا فيني الجماعة. حملني هيك بين دياته وطانعني على بيته. إيه؟ طعموني دفوني صحوني. وبعدين بعد ما صحيت يعني ضنيت عايشة عندهم هيك حوالي 10 سنين. حزين شو صان بعدها؟ كمان أبو صانح وأم صانح ماتوا. كمان إجن ولدي وتخانقوا عن بيه وبدن يقنعوني. شو بدي أعمل؟ الله ينحمك يا أم صانح. نونا أم صانح أنا كانت حانتي حاني يا أستاذ منزوق. حزين نيش أم صانح كان نفسها كتير كتير طيب على الطبخ. قام علمتني الطبخ ومن يوميتها نحنا وأنا عم بشتغل طباخة ببيوت عانا. إيه شو بدنا نعمل؟ عجبتك قصتي أستاذ منزوق؟ بتبكي. شو بدنا نعمل؟ يعني أنا بتمنى أن تكون هي القصة بيني وبينك بس يعني أنا حابة أنت تعنف هيك يعني ماضي وحاضني ومستقبلي. فهمت عنيني أستاذ؟ فهمت. الحمد لله.
مرزوق 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 قوم شباب مرزوق. لسه تلعبي برا؟ ايه قديش ساعة؟ شو بعرفني؟ عرف لحظة لازم تكون بالمطار. ليه؟ امتى لازم تكون هني؟ من شي ساعة. دنيا 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 اسوي اسفي انا يلا خليني اركب على البيت. ليش عم حبيت يعني؟ جاني ضيوف ضيوف؟ طيب بضل انا بخدم عليهم يعني؟ لا داعي ما بدي اياكي تخدمي على حدا، انا بخدم بايدي. طيب بضلني هون بنظف لك البيت وبعدين بمشي. انا بنظفه يا عمي، انا بنظفه وخلص فريني امشي. طيب اعطيني مصاري اشتري لك اغراض يعني. اغراض شو؟ مشان شو؟ مشان الضيافه يعني. لا اله الا الله عليك عمي، ما بدي ضيف حدا انا، روحي على البيت وخلصيني هلا فريني. حاضر استاذ. مسن خين استاذ منزوق. خين؟ كأنه في شي. لا لا ما في شي. شو عم تساوي هون يا دنيا؟ ايه انت شو عم تساوي هون؟ هلا عرفتنا مين كنتي عم تتغندني وتتبودني وتتهندني من استاذ منزوق، ما هيك؟ مش انت يا مين عم تلبسي علي وتتغندري وتتهرهري؟ لجارك ابو حازم ولا للاستاذ منزوق؟ حطي عينك بعيني. يا عيب شو معنيك؟ يا عيب شو؟ طالي مي ماشيه من تحتي وانا ماني دنيانه. شو جايبك هلا؟ انا كل يوم بجي المسا بطبخ لنا وبينسني الاستاذ منزوق. اي وانا الرخرة كل يوم الصبح بجي بنظف له البيت وبيرسمني، ما هيك اتفقنا استاذ مرزوق؟ الحقيقه انت كلامك مزبوط وهي كلامها مزبوط. ايها 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 معناته انضحك علي انا. نعم انا اللي كان عم ينضحك عليني. لا انا اللي انضحك علي. انا اللي كان عم ينضحك عليني يا دنيا. لا انا اللي كان عم ينضحك علي وقامت خلصي طرفه الحاصل انضحك علينا تنتينتنا. اي والله انت لازم تاكل جاساتك وراي طرفه. لا لا دنيا خدي قرب على مرزوق. اول مصاري ما عندي، بدكم لو حاب بعطيكم، هذا اللي عندي. ابلن واشرب ميتهم من عينك. طوعوني يا بنات وخذوا كل وحده منكم لوحه وامركم لله. إيه لا إيه لا لا ما بدي. شو انا فيني اعطيهم اي لوحه؟ ولو قدر دبر حالك معهم. شو بك اخي؟ انا عندي حل. شو هو يعني؟ بعد اسبوع عندي المعرض تبعي، باخذ اللوحات معي تبعكم وبعرضها بالمعرض للبيع. قديش بتسوى اللوحة يعني؟ سوى اللوحة شي 25,000. ويلك ويلك 25,000 ورقة الصور هدلون يعني؟ ايه ليش مستغربة؟ اقل لوحة للاستاذ مرزوق تسوى لها 25,000، لسه في اغلى. وبتنبان؟ على كفالتي. ايها 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 قول على كفالته. الله لا يوفقك مت عينك مت عينك. قول على كفالتك. وين بدي اصرف كفالتك هاي؟ اذا الاستاذ مرزوق ما قبضني اجرتي انا ورفيقتي طرفه اجره تعبي 7 ايام يوم ينطح يوم. ماشي ماشي الحق. اذا ما انتم مصدقين تعالوا عندي لهون بعد اسبوع، شيلوا لوحات حملوها وخذوها على المعرض. منيح الحكي. ايه ها قول منيح قول. بدنا نحن وقت انا ورفيقتي طرفه لحتى نفكر على رواق يعني وانفراد. تفضلي طرفه تفضلي. تفضلي انت ابن امي. لا تفضلي نوم نواجبك اكبر. تفضلي من عينك انت وهالسرسوكي مثل البزاقه. الله ربي
ما عم يجيني عود انا، ما عم يجيني عود ولا تفاح يا سنانه. تعني كن هنغندنا وهندهدنا وهنبودنا مشان السيد منزور. ايه ها شوفوا مين عم يحكي. ليش انت كل هاللبس هيدا واللون الفوسفوري والورد اللي مثل الانتين والكحل اللي ورا الادانين لمين يعني؟ هلا نحن عنا شو مختنفين دنيا؟ مدري قال الجنازي حامي والميت قال خلصيني. هلا الشنع مو محن انه يتجوز انبعا؟ خليه يتجوزنا نحن التنتين فندفشه وخلصنا بقى. لا 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 انا ما بنزل على دره فتحي عينك هيك. ها بعدين هيدا يعني اناني ما بيحب غير حاله كيف لكن؟ ولك ما شفتي شو سوا بالست صحاب؟ ايوه الله والله والله خليها تمشي بالشوارع تحاكي حالها امر من المجانين ولك ترفع. تعرفي منيح انكشفتنا عبتو بسنعه كنا جنينا. اي نعم اي نعم. شو كان بده بكل هاللعبي؟ شو كان بده بكل هاللعبي؟ شو كان بده بكل هاللعبي؟ يا ستي طمني بانك خلص المهم قضينا لنا يومين حلوين وخلصنا بقى انبسطنا. ايوا الله يا طرفة ايوا الله. على قول الدنيا زبطي راسك هيك دنيا حطي خاصرك هيك دنيا دنيا متعين وكان مهضوم ايوا الله. بس مهضوم والله كان شقفة. بس إناهي وأنت موناي يفتح بدنه كينو بزن دوان الأمان. إيها جبتي له بزر دوار الأمان؟ إيه بخمسة وعشرين نينا نينا تنطح نينا وكمان كم شد فستق. أنا كنت أجيب له فستق حلبي كان يحبه أكتر كيف لكان بس الله لا يوفقه. ولك طلعنا بخرافين خرافي ولك اشتغلنا عنده وعطينا أجرته كمان. أنتي عملتيني حالك زكية وبتفهمي عبطاين. إيه نعم إيها شوفوا مين عم يحكي. هلا اسكت 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 خلينا نفكر. هلا اسمعيني انا ما في غير هذا نحن بناسي خليه يتجوزنا نحن التنتين يا دنيا عصفور بالايد احسن من عشان على الشجنه صد نرفع. خرسي حاضرين خليني افكي. فكني شلون بدنا ناخد اجرتنا منه تنتيناتنا؟ اينها لقيتها. شو هي؟ هيدا هو. شو هو؟ مو مشكله مو مشكله المهم انه مخي فتح وصرت ارسم. بس بعد ما اكلنا قتل وفرقنا. بس حيطلع معرض بيطير العقل. ايه معلوم طبعا. شو بدي اسوي بهالبلاوي اللي جوا؟ لا بلع لا روح روح. بونسوار. اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة حبيبي. شلونك؟ كيف كانت سفرتك؟ ان شاء الله كويسة. كثير منيح. انا مهنيك انا مهنيك. خطيبتي ريهام. خطيبتك يا ناي حلوي يعني. ومين هدول؟ يعني قبل الظهر وبعد الظهر ورديتين. حبيبتي أرجون ما تفهميني غلط يعني. شلون ما بدي افهمك غلط وانت نازل لمستوى هيك شراشيح؟ ايها شراشيح. هاي سمعتي هالدينادي؟ سمعت هاي اللي خلفوك شراشيح ولي على شو شايفة حالك مت عينك مت عينك مت عينك شعرك كله يا خلصت بقى خلصت بقى خلصت بقى اخي انا وطرفة استبينا على قرار بدنا مصاري. مصاري كمان؟ اي نعم. انا بشرح لك طولي بالك شو قررتوا هلا؟ يا مصاري يا هذا الكرسي. لا 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 الكرسي لا الكرسي وردي عن جدي. يا شو الحكي هذا؟ لا خذ الكرسي وامشي خلصنا. خذ الكرسي روحوا خلصنا خلصنا من عينك اياها نحن يوفقك طلعوا خلاص مع السلامه. عشنين انا فنا قدنا هنا يوفقك الله يخنب بيتي. لا لا حس الله لا يوفقك ما كان محترم هذا. شو عشرين ألفون قال؟ من وين بتجيب لك عشرين ألفون؟ آه يخرب بيتك إذا بتبيع. نعم نعم جبان يخرب بيتك. من وين بدك تجيبون؟ من وين بتجيبون؟ إذا بتبيعيني كني أنا بعدي أنا وأوعي ما بطعن عينينا أنا. يخرب بيتك من حالك إن شاء الله. خلصت؟ خلصت. تعالي بالهامس حكاية. أنا يا طرفة يا حبيبة قلبي ناقصني لحتى أنا أكمل حق أرضي 20,000 ورقة فوق المصاري اللي مصمتو. من مين بدي أدينهم أنا؟ من أم رامي؟ ولا الست ديري ولا الست كوكا
ولا هاد ليك مرزوق يعني حطا عينيك بعيني وصيت حياتي كلياتها بتعرفيها من طقطق لسلام عليكم وانا بهالبلد غريبي ما بعرف حدين ولازم يعني ارجع حضيعتي قال الاواني يا طرفة تعبت انا شغل ما في شو بدي اسوي من مين بدي اتين المصاري ان شاء الله ونعي يعني بعد كل هذا اللي كناتين فكنتيني حدينك انا ما معي انا دوبني امن مستقبلي امن حياتي انا اي نعم بعيني انتي عظمك ازرق ومصرياتك كلياتها مكدستيهم الف ورا الرخرة ورا الرخرة ورا الرخرة وحاططيهم بالبنك شو بدك تسوي فيهم شوفت عيني كل محاولاتي بقت من فشل انا هلا عم بستنى ابن الحنان لحتى اخلص من هالقصة بقى هيدا حكينا محاولاتك بقت بالفشل انتي بس لو تحطي عقلك براسي وتسمعي هالكام كلمة اللي حقولك اياهم يعني هاتينا نشوف مصرياتك يعني شو فايدينك وانتي حاططيهم بهالبنك شو اعمل يعني ليش ما تفكري يعني تستفيدي منهم شغليهم يا حبيبتي يا نوحي يا عيني انا ما بدي شغل مصنياتي انت ما عم تشوفي هدول النصابين والحنميه الناس عم تكون فوق اني فجاه طول غمم عن شيء انا ما بدي انا هيك في ما بعرف ما بدي الله لا يوافقك هيدا اللي طلع معاكي بالاخير يعني انا نصابي انا هلا انت شو دخلك انت بدك تشغليني اياهم شيء اني اي نعم لا يعني ما اشغلك اياهم اشغلك اياهم يعني قلتني يعني نحط بناتنا على خبزاتنا مثل ما بيقولوا ايوه ونرجع عنديها حفصتنا الديباشه حفصتها نشتري بستان وبنعمم بيت وبنصنع بستان ونطلع من حني ومناخيني فؤاد غازي شو خص فؤاد غازي بالموضوع شو خصه بس بتعرفي صوته حلو هاي الغناية حلوة كتير لازرع لك بستان ورود وبدي أطبقها عمليا معاك يعني بنرجع حطيها أنا وياكي ومنرجع قطعة هالقار ومنزرع البستان شجر تفاح وعنيب ومن شاكلته يعني ما بتندمي وكلياتا كم سنة ومنصير نلعب بالمصاري لعب تنعبي من أنا بعوناسك الخامس والله محتاجة شو بدي انك يعني بيني وبينك انا منيت من الطبخ والنفخ ما عاد اعرف شو بدي ساوي بحياتي يعني عم بستنى ابن الحنان وهالعنيس ما كان يعني فيجي بقى وهيدا حكينا يا حبيبة قلبي لذلك يعني انا بقول من باب المنطق انه نرجع على الضيعة يعني بتروحي معاي انتي بتغيري جو يعني يوم يومين شهر شهرين ثلاثة اربعة يعني اذا طابت لك القعدة اوكي ما طابت لك القعدة ليه كله بيتك معاكي مفتاحه بترجعي وقامت وخلصي شو قلتي ايوه تيست يعني شو هو؟ اختبان بس بيني وبينك حكيك يعني هيك انا ابني مخي ما بعرف شو بدي انك بس لازم فكن هيك قنانات سنيعة ما لازم يتخذ معها قنانات اسنا كيف لكن انا معاكي يعني من حيثني انا معاكي بس انتي يعني خدي وقتك بالتفكير بس انتي يعني رح تدينيني بعشرين الف ورقة وانتي رح تروحي معاي عالضيعة وانتي رح تصيري شريكتي نص بالنص كيف لكن نقولتي ايه ونقولتي لا موافقة ممتاز رائع كيف لكن ماشي تعين هيك نسلم على بعضنا ألف مبروك أهلين 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 شو طلبتي حاجة قهوة متعينك هاي الفاتورة كيف لكن بغطوها بمحرمي لحتى يعني ما يشوفها لشريك الرخور أيوه شو هاتي ندفع أنا عن جد عم تحكي أي هاتي هملنا معلش يلا اسم الله شو هذا شو هذا مش ندقين فنجانين قهوة كنا نطحن ويعني عنك إن شاء الله صوتك الله لا يوفقك كتير غالي هذا الكافي شو هذا غالي كيف ما كان الست صحاب كانت تجيبني لهون يعني خلي الست صحاب هي اللي تدفع وحني عني ها الإنسان اللي وعدتيني فيه؟ مدري الظاهر ما عاد في شباب بضيعتنا يعني ما دخلني؟ وينو؟ شو بيعرفني؟ يمكن سافروا لحتى يشتغلوا برات البلد شهد اختاري لك واحد منهم يا طرفة قبل ما يقطعوا البستان يعني وإذا قطعوا البستان؟
بيعودوا بيجيبوا لك ختيار مكحكح مو لاقيين دفشة أو نعرة منك، كيف لكن؟ طيب حقنا بقنا أني نبي عدنا عشنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشنا. هذا أنت حبيب النوح، اسمك نفي، حزنت وأنا ما حزنت؟ ليش ما جبت البقرة؟ إحنا حنيشاك دائما هيك بتنوح النحظات إنه منسية. كمان خلاص فنت بعض حاك إحنا حنيشاك. خلص نفي احنا احني شاي لا تكنكني لا تكنكني دخين هالضحكه اصلا انا حبيت اكثر شيء في يلا هلا بجيب البقنا ايه هلا بجيب انا البقنا عينك بعرب عينك قومي من النوم الله لا يوافقك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو كنتي عم تحلمي نمت عن في شو كنت عم بحلم يا دنيا بواحد اسمه نفي عندكم بالضيعة حبني وحبيته من أول نزلة من أول ما نزلنا من السيانة عن ذكن السيانة كأنه جي يسمونا شايفه هذا أنا اتفقت أنا وياه باني حد الساعة هذا هو يلا يلا, يلا ليكي طالما شفتي هيك بحلمك معناته في الخير معناته أنا حجوزك على إيدي كيف لكين هيك بوسي من أصدقاء حبيبتي قومي حملي نغناط بالسيانة نكمل منامي إيه طرفة بتقومي ولا بكركريك قومي يلا يونم على محليك على محليك طرفة على محليك أبوس إيدك على محليك أنتي وصلت فيني تعال أخي خده لا 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 السجادة أبن هي السجادة التبنيزية دين بانك عنها ليش دافريزي اسم الله يعني مرداني وماني عرفاني أنا يلا استوي إيدي على محلك على محلك هذا مو كيس طحين يعني على محلك يعني شوفي دفعتي معاها على الأجرة 1500 ون أمانة ضيغين هاي ويله ويله 1500 ورقة على سيارة شرشوحة مثل هاي ليش يعني شو بدي أعملي يما بالنص ايه قديش يعني خلي 500 ورقة أنفعناكي و500 يعني الله لا يوافقك الله لا يوافقك هيك صار النص بالنص يعني ايه طبعا هيك النص بالنص أنفعناكي و500 يعني خمسينة بقى فضحتينا قدام زنمي طلعي طلعي على السيارة نعمي يلا اطلعي انتي طلعي انتي انا بدي نفسي بالنص طلعي يعني علينا بدي اقعد على الشباك انا كيف حكاين ايها تعيني انا قامت انا هنا قاعده خدي عليكي خدي عليكي ماني من طاحه ما بدي نروح ما بدي نروح لا بدك تروحي خلاص 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 طرفة بدك تمنيني كل شوي انا لقيت حلقه كبريك ويلي يا ويلي بدي اقعد على الكرسي استضف انا زعلتي مني لا ما زعلت منك هيك اهوالي يعني بتنشط يا نوحي يا انبي بتبندي لا ما ببرد عايزها بردت لي كل البطانيه هون يعني طيب خليني انا والشوفين لوحدي بس عينك انا خايفه على الشوفير مني اصلا انيحني مشان مشاطيحي ينتاحوا اي نعم يلا طويل الهبي وداعا يا بيتي العزيز روحي اطلع
اشتقت لك. الله لا يوافقك يا ناي. شو كنت عم بتقول شهير؟ اشتقت لك. اي نعم. بس ترى يا ناي يلي مشتاق للرخر بيسأل عنه كيف لكين؟ كل ما عم باخد اجازة من العسكرية عم بجي اشوفك، ما بيكفي؟ لا اي نعم. اذا بكفيك انت يا ناي معناته منضل منشوف بعضنا مرة كل ثلاثة شهور وقامتو خلصيت. ليش هيك عم تحكي؟ شوف يا شهير، قصتنا صارت على كل لسان بتضيع يا ناي. كلياتن كلياتن ما إلن سيري وحديث غير شهير ودنيا دنيا وشهير وآخرتها يا ناي. أحلى عرس لأحلى عروس وحياتك. لا تقرب شهير، خليك مكانك. شقد فاتحتنا صار لمقرية يا ناي؟ من نحن وصغار. اي نعم بينتنا رح نضل صغار ولك شهير. القصة محلولة، بس ابوي وابوكي الله يصلحهم اختلفوا ونحن رحنا بين رجلين. لا ما رحنا بين الرجلين، بس انت لو انك كنت رجال يعني وشارين اي كنت بتسوي المستحيل لحتى اني انا وانت ننجمع تحت سقف واحد، كيف لكان؟ اخ يا دنيا اخ، والله محتار. من جهة ما بدي أكسر كلام أبوي، من جهة أخرى بحبك بحبك. إيها إيها إيها، بالحيس بتحبني كل هالقد يا ناي، وبالحيس ما بدك تكسر كلمة أبوك. أنا بقول ليش لحتاني ما تطلب إيد ست الحسن والجمال بنت الحسب والنسب يلي بتليق فيك وبعيلتك وقامتو خلصيت. مين يعني؟ شش وقتي صوتك. مين بدها تكون يا ناي؟ شكري بنتو لأبو مهران. هذا كله حكي بحكي. إيها أنا بحبك وإنت بتعرفي. شوف يا شهير، قدامك جمعة واحدة بس، يا أما بتقني أبوك عناي وبتجي بتطلب ناي حسب الشرع والأصول، يا أما الله معك. انتي من طريق وأنا من طريق بخاطرك يعني. خوت دنيا استنيني دنيا. نعم الله يسامحك يا شاهي. من وقف هون عن يمين. شو صار يا ناي؟ ليش وقفتي؟ جبت لك مي وانا داخني من النت نحكي معك احسنني. يا اهلين وسهلين، والله لولا حنيتك هاي ما كنت استحملتك من زمان. كيف لكن تمسكي؟ من بيت شقا لبيت القاع، حكايا الناس من دنيا صناع. من بيت شقا لبيت القاع، حكايا الناس من دنيا صناع.
دنيا موال ولا تقولي إسا بكير إلا ما تفرجها لحالك.